السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا جالسين نتابع سقوط الصاروخ الصيني. الآن أنا متواجد في محافظة العلا بالقرب من منتجع شادن، طبعا في الاتجاه الشمال الغربي. معكم أخوكم محمد المريزيق من محافظة العلا المملكة العربية السعودية. اليوم فجر الأحد الموافق 27 رمضان 1442. هذه والله ما أدري نجمة ولا لا، هذه لا هذه مي نجمة، لكن شوف اللي فوق هذه. طبعا الآن الفجر هذاك الهلال، نسأل الله السلامة لكوكب الأرض ولجميع سكان كوكب الأرض. طبعا هذا منتجع شادن، هنا في شيء بيلمع ما أدري هو نجمة ولا، لكن تقريبا ثابت. شوفوا الحين، ها خليك دقايق، الآن في المربع الثاني فوق هذه السيارة. طبعا لا أحد يحس بها الصاروخ. المشكلة البطارية قربت تخلص، هذاك هو هذاك هو. لاحظوا معاي، لقيت لكم، تابعوا الآن فوق الجبل هذاك. تلاحظوا الله معاي، هذا اللي بيلمع هذا هو الصاروخ. الآن فجر الأحد محافظة العلا، اليوم 27 رمضان. أخوكم محمد المرزيق محافظة العلا. سرعة رهيبة، تلاحظوا معاي، هذا هو الصاروخ. هذا هو الصاروخ اللي متوقع انه يطيح الآن. محافظة العلا اليوم 27 رمضان